بعد شوط أول متكافئ، الفرص بدر فيه اتحاد الحراش بتهديد مرمى غالم بواسطة تطام، وهذه التسديدة القوية غالم يتصدى محكما. في الدقيقة 22 مسعود بنفس الكيفية، هذه المرة دوخة بالمرصاد لينتهي الشوط الأول دون أهداف. جمعية تشلف انتفض مع بداية الشوط الثاني، وبالضبط في الدقيقة 55 عندما تمكن مسعود من فتح باب التسجيل هدف لصفر بعد مرور الدقيقة 55. دقيقة بعد ذلك حدوش بتسديدة قوية أضاف الهدف الثاني إلى غاية الدقيقة 70. مسعود مرر على طبق لزوش بتسديدة قوية، هو الآخر تمكن من إضافة الهدف الثالث لجمعية الشلف الذي عانق الفوز بعد 4 انهزامات متتالية.